سلام صحابتي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، فرحانين في الحياه ديالكم. في الفيديو ديال اليوم قررت انا وعالم صفاء نديروا واحد الفيديو اللي انا غادي ندير الفيديو ديال المراه اللي كتهلا في راسها ومخليه الدار، وعالم صفاء غادي المراه اللي كتهلا في الدار ومخليه راسها. كيفاش يعني الازواج ديالنا كيزعفوا منا؟ يعني بغيت نقول لكم انه هذا الشيء ماشي واقعي، سينو بغينا غير نمثلوا شويه من اشنو من الحوايج اللي كيوقعوا في المجتمع ديالنا، يعني في الحياه الزوجيه. كنتمنى يعجبكم هذا المقطع، هذا المقطع ديالي، وكنتمنى تزوروا صفاء. انا يالله دابا نط فطارت، يوم بعد ما ساليت الفطور وداك الشيء غادي ندير ندخل نشوف هنايا هذا الانستغرام شنو فيه، نشوف التصاور ديال هادشي الموضه اللي خارجه جديده وكل شيء داك الشيء، ومن بعد ندوز لليوتيوب ونشوف جميع اليوتيوبرز المغربيات اللي متبعه والاسبانيونيات، المهم نشوفهم كاملين، نبقى نرتاح اصلا باقي الراجل ما يجي من الخدمه حتى قرب يجي، وديك الساعه نوض نوجد الغداء وصافي. هكا كندوز الصباح تقريبا كامل وانا هزه التليفون، ما كندير حتى شي حاجه من غير التليفون وصافي. يوم تقرب الوقت ديال صافي ديال انه يجي الزوج ديالي كنوض نتهلا في راسي، حاجه ما نقدرش نتخلى عليها هو اني نتهلا في راسي، خصو ديما يجي يلقاني يعني مصاوبه الحاله. كيف ما كتشوفوا غندير شويه المكياج البنات، كنستعمل هذا المكياج هذا، واخا هكاك راه خفيف غير هو ضروري يجي يلقاني دايره المكياج وكنرش شويه البارفان ديالي وكنلبس شي بيجامه تكون زوينه، يعني ضروري يجي ديما يلقاني في حاله زوينه، واكيد نصبغ ضفيراتي ما يجي يلقاهم مقشرين ولا حالتهم حاله ولا ما مصبغاش. انا كنبغي يجي راجلي يلقاني ديما مصاوبه الحاله. هو اصلا قالها ليا يلا تزوجنا البنات، قال ليا انا المهم هو انني نلقاك ديما مصاوبه الحاله، ما كيهمنيش الدار، انا مزوج في خدامه سينو مزوج بمرا اللي نجي نلقاها دائما كالعروسه في الدار. ايوا البنات، من بعد ما فات عليا الوقت شنو درت؟ نط جبت البيتزا متلجة كيف ما كتشوفوا جاهزه، ما غادي نتعذب عليها ما حتى شي حاجه، ما نهرس ظفاري، ما نصدع راسي، ما حتى شي حاجه. اصلا هو ما كيقول لي حتى شي حاجه، هو كيعجبو اي حاجه كنديرها ليه كياكلها. غادي ندير لها غير طون الزيتون وغنزيد عليها الفلفله والبصله، هاد البيتزا لحقا شويه غير المطيشه والكيسو، ومهم وغنزيد عليها الاوريغانو، اسمحوا لي البنات الزعتر، وغادي نديرها في الفران. اما هذه راه واجده بالنسبه للبنات، راه كتباع في ميركادونا الا بغيتوها. المهم درتهم في الفران كيطيبوا، هذا الروينه خليها هكذا لحقاش نتغداو في الصالون بلا ما نجمعها، خلاتها من بعد ما فيا ما نوض نشقى دابا، انا عيني عييت ما عرفت مناش عييت ولكن عييت. المهم هذه هي البيتزا كيف ما كتشوفوا، كتجي لذيذه ما بهاش ياكل البنات. هاني صاوبت لك اليوم بيتزا وزدت لك عليها الخضره لحقاش عارفه كتعجبك. عاوتاني البيتزا، عاوتاني قهرتينا، ولكن واش انا نبقى ديما ناكل هاد البيتزا وعاد حرقتيها من الجناب؟ واش هادي اللي خدمتي ديك المره واجده وحرقتيها من الجناب وخا هي واجده؟ ما عجنتيهاش بيديك ولك راه عييت؟ واش انا دائما غادي نبقى ناكل هاد الشيء واجد؟ وحتى انا توحشت وتشهيت الماكله ديال مرتي، بغيتك طيبي ليا بيدك، يعني نبقى انا دائما ناكل هاد الشيء؟ راه طلعت ليا البيتزا في الراس، والله يرضى عليك حاولي تبدلي هاد الشيء، حاولي راني تقهرت بهاد البيتزا، تقهرت بالماكله الواجده. ياك انا يديا ماتوا ليا بالبرد، قلت زعما نزيد لك على الخضره باش تجي وتعجبك وتفرح وتقول راه مرتي قطعت الخضره وزدت ليا فيها، زدت الخضره على البيتزا. ساعتها انا ما نديش معاك الخير واخا ندير اللي ندير، ياك انت كنتي كتقولي بغيتي تجي تلقاني انا دائما حالتي مزيانه، وهذا الشيء اللي وليت كندير ومقابله حالتي وكنوجد لك داك الشيء اللي نقدر عليه. وانا دابا ما قلتلكش ما تقابليش حالتك، ولكن بغيت حتى انا ناكل، بغيت الحريره، بغيت الطاجين مره ولا مره، يعني مره عييتي وتقهرتي بالروتين فهمك ولكن دائما راهني تقهرت، انا مره راني تقهرت حاسه انا نمشي نخرج نشرب شي قهوه مع صحابي. شوفي ما حبك فكري في هادشي مزيان، انا راه تقهرت ولكن انا راه بزاف عليا دابا اش غادي ندير؟ هو مشى خرج للقهوه وانا خصني نجمع هاد الروينه، ها الحوايج مرونين الماعن، مالي انا خصني دائما انا اللي ندير هادشي؟ انا تقهرت صافي، تقهرت من هذا الشيء. الزواج صعيب، مالي انا خدامه نبقى انا مقابله غير الكوزينه؟ انا بزاف علي هذا الشيء. ايوا دابا اش غادي ندير؟ اش غادي ندير؟ ما غندير شنو غادي ندير؟ شنو غادي ندير؟ شنو غندير دابا؟ الراجل مشى خرج وانا زعما كنت كنحاول نتهلا في راسي وداك الشيء، غير باش زعما ساعات اش غندير؟ شغادي خصني نخمم نشوف اش غندير. انا عييت لصاحبتي صفاء ونسولها نقول لها يعني اش ما تقدر هي تعطيني شي فكره تفيدني، ما نعرف. المهم صافا فينك صافا؟ ها هي. الو صافا، كي دايره اختي؟ لاباس؟ لاباس عليك؟ كي دايره مع الوليدات؟ كلشي لاباس؟ لاباس ربي يخليك الزين. ايوا كي دايره نتيا؟ اش كتعاودي؟ والو اختي، والله الا قلت نعيط لك، انا طالع لي الزعاف والله، راني مخاصمه مع مول الدار، طالع لي الزعاف.
علاش مالك ياك لاباس مالكم؟ ايوا صاحبتي تخاصمت عليه معاه علاش لحقاش دابا انا كما كتعرف يعني انا نهار تزوجنا هو كان تيقول لي ديما تهلايلي انت غير في راسك وهذا انا ما على باليش بالدار انا ما تزوجتش بخدامه وانا هادي وصافي وداكشي اللي بقي كندير انا ديما كنجمع داري اكيد ما نخليهاش حالتها حاله كنجمع الدار وداكشي ولكن هاد الايام صافي عييت صراحه وليت كنقول ما عنديش المورال المهم هو انني نتهلا في راسي وصافي الدار بقات مرونه ماشي مشكل حتى من بعد ماشي مشكل ايوا شي سيمانه هادي وانا كنخلي الدار مرونه حالتها حاله ما كنجمعها ما والو ايوا اليوم كيف العاده نط الصباح بقيت هز التليفون ومن بعد مشي الحال تحطت ليه جبت واحد البيتزا كانت عندنا في الفريغو اللي كنشريو دائما ودرتها حطيتها ليه هذه المره درتها ليه بالخضره زعما ونوعت شويه ساعت هو لالاش قال لك لا انا قهرتيني بالبيتزا قهرتيني دائما نفس الماكله يعني اللي واجدين واش كنجي نلقى الدار ملونه الكوزينه مقربله البيتزا عامر بالحوايج يعني صافي بدا كينقول عليا صاحبتي طلع ليا الزعاق وحق الله ما عرفش غادي ندير وانا عاد مهليا في راسي انا زعما بز مني نصبغت دفاري وقديت حالتي هذا ماشي يجي يلقاني مقاده في الاخر خاصم عليا على الدار وانا ما نقدرش نديرهم بجوج صاحبتي ايوا واش نقول لك صاحبتي راكي قلتيها لراسك ما يمكنش ديريهم بجوج تبقى وحده يعني وديريهم على حقهم وطريقهم ولكن خاصه صاحبتي الوسطيه يعني شوفي الاهم من كل وحده وديريه يعني تكوني لابسه مزيان ومنقيه راسك صافي وبلاص ما تمشي تصبغي ظفرك وديري حاجه اخرى سيري نقي شويه دارك وديري شي غديوه سخونه راه البرد هذا ايوا والله يكون في عوننا راه المورال شي مره ما كيكون عندك الخاطر ديري حتى شي حاجه ولكن غير الاساسي وعلاش قديتي وراه حتى هو راه لو كان شافك يعني انت صابغه ظفرك راكي بحال الا عصبتي يعني صابغه ظفرك وحاطه له يعني حاجه مولف كياكلها او لا حاجه ما كتعجبوش وانت عارفه هذا الشيء داكشي باش تقلق مسكين ايوا المهم انت ديري الاهم من كل حاجه تكون داكشي نقي وصافي وهكذا كوني اكيده راه ما غاديش تقلق منك واه بصح صاحبتي عندك الحق نحاول ندير هذا الشيء كيف ما قلتي ندير توازن في حياتي ونخليك دابا قبل ما يجي والله شكرا بزاف من نصحتيني هذا الشيء راني كان راسي دارني وكنت زعما تنقول شنو هذا الشيء يعني واش انا اللي يعني واش هو اللي يعني هاكي نقول عليه وصافي الساعات من هضرتي معايا عرفتي بانه الغلط فيا ماشي فيه ايوا حبيبتي تهلاي في راسك وشكرا بزاف على النصائح والله الا نفعتيني حتى نعاودو نسمعوا ان شاء الله يلا حبيبه نوض نجمع قبل ما يجي نوجد ليه شي عشاء كيعجبو داكشي باش ما يجيش ينقر والله ما بقيت تنقد على هاد النقير ما كرهتش انا علاقتي هنا وياه تكون يعني مزيانه يلا حبيبه بالسلامه الله يوما نوصكش حبيبه نوضي تهلاي في الدار وقديها وحتى حوايجو وجدي ليه اللبسه اللي كيبغي وجدي ليه الاكله اللي كيبغي باش تفرحيه ايوا تقادو راه مره هكا هذه هي الدنيا وهذه هي الحياه الزوجيه ضروري من هكا صافي يا الله يوا نخليك دابا ما نزيدش نطول عليك يا الله يوا بالسلامه يا الله ومن بعد عاودي اتصلي بيا قولي لي شنو كاين صافي يا الله الله يعاونك واخا حبيبه انا غادي ندير داكشي اللي نقدر عليه اليوم وصافي ولكن نحاول ان شاء الله ننظم كلشي من هنا لقدام وشكرا بزاف والله الا ارتحيت مني هضرت معاك يا الله حبيبه الله يخلي لك معز عليك وتهلاي في راسك بالسلامه عليك حتى المره الجايه ان شاء الله تهلاي في راسك حبيبه وبيناتنا الواتساب راك عارفه اول حاجه البنات غنبدا بها هي الكوزينه نجمع نهيد الروينه كامله نجمعها باش هي بعدا ملي كيبغي يدخل يشرب قهوه ولا شي حاجه يلقاها مجموعه انا غنبدا دابا نغسل المواعن ايوا كما كتشوفوا البنات جمع عليا المواعن ديال النهار كامل مالي على هاد الحاله كنت كنغسل كل مره كون كاع ما يتجمعوا عليا كون كندير 5 دقائق كل مره كل وجبه نغسل المواعنات ما غاديش يتجمعوا عليا يوم هذه صراحة تعلمت منها هاد المرة نحاول ننظم حياتي وكل شيء في هاد الحياة هو النظام كون كنت منظمة راسي ما غاديش نوقع في هاد المشكل وما غاديش يتراكموا عليا الشغلات ديال الدار ونهمل داري يعني في الأساس أنا المرأة متزوجة ولا أي مرأة خصها ما تهملش لا دارها لا راسها وأنا هملت داري صراحة البنات نحاول نبدل هاد الشيء كنتمنى يعني كل شيء يرجع كيف كان في الاول وننظم وقتي باش نقدر ندير كل شيء على حقه وطريقه كيف ما كنت في الاول وكيف ما هو بغاني ايوا صراحه راه عنده الحق شوف الروينه ديال الحوايج السيمانه كامله والزيوفه والحاله اودي الله يسمح لي وصافي صافي من اليوم ان شاء الله غنحاول نبقى ننظم هذا الشيء غنعاود الزيوف ديالي في المجوره ونطوي كل شيء كل حاجه نرجعها لبلاصتها كنتمنى نبقى ندير بحال هكا والصراحه لاحظتها البنات شنو خصني نبقى ندير نبقى نوض شويه بكري وما نبقاش هزه التليفون مده طويله يعني ندير واحد الساعه ديال المكانه ولا اقل يعني في الصباح وساعه في العشيه ولا ثاني يعني على حسب مهم قبل ندير شغلاتي هما الاولين ومن ديك الساعه نشوف التليفون ونشوف الحاجات الاخرين
ايوا شويه درويحه في الزيوفه ديالي، ومن بعد غنمشي نطويلي حتى هو الماريو ديالو. واخا هو صراحه ما كنفرط ليهش في حوايج، ديما كنخليهم مجموعين كنخليه، ولكن حالت حوايجي انا كنرونهم ما على باليش، هو ما كيبغيش يشوف ديك الروينه. المهم نمشي حتى هو نشوف الا كانت شي حاجه ما شتالهين نجمعها ليه ونخلي ليه كلشي مقد باش منين يدخل يفرح هاد المره ونتهناو من هاد المشاكل هادو. وغنحاول ان شاء الله ندير توازن في حياتي، هادشي راه ضروري ضروري ضروري. الا ما كانش توازن كلشي كيترون كلشي، وما خصناش نديوها غير في الدار ونخليو راسنا، ولا نديوها في راسنا ونخليو الدار. خصنا نحاولوا نديرو شويه هكا وشويه هكا. احسن حاجه البنات هي ملي كتجيو على الحاله، الصراحه دابا كنحس بالراحه اكثر من بعد ما جمعت رويندي وداكشي، وحتى نرتاحيت وكنحس بالطاقه اكثر انني نتهلا في راسي اكثر من الاول. صراحه هاد القضيه زوينه. ايوا انا دابا درت ليه الطويجي اللي كيعجبو بالخضره، اليوم نصاوب ليه الطاجين، ومن هنا لقدام ان شاء الله ما نعطيها ليه غير الشهيوات وداكشي اللي كيعجبو، نرجع كيف ما كنت زمان. علاش زمان كنت نقدر ندير هادشي كلشي ودابا لا؟ لا خصني نبقى نرجع تاني مره ديك الساعه لحد ولا نهار في السيمانه، غنشد ديك الساعه ما نطيب ما حتى شي حاجه، ناخذ شي حاجه من الزنقه ولا يديروا شي حاجه سهله ولا يطيب هو، يعني ماشي مشكل. ولكن لك السيمانه كامله قاده بشغالاتي ماشي مشكل نهار السيمانه ناخذ هذاك الروبو. ايوا صافي هادشي اللي كاين. ايوا هكم بغيك الله يعطيك الصحه، شي دابا ريحه الطاجين كيعطي في الدار، وصاوبتي ليا حتى الكيكه الفطور. ايوا هكا بغيك، واش انت من دخلت للدار اليوم لقيت الروايح ديال الماكله، لقيت الريحه ديال النقا وكلشي مجموع وكلشي مطوي؟ ايوا هذه هي المره اللي تزوجت بها في الاول، الله يخليك ليا ويخليك ديما بحال هكا. ايوا البنات كما كتشوفوا انا وليت دائما كما قلت لكم غادي نبقى ندير ليه دائما الشهوات ونتهلا فيه، اش عندي انا غير راجلي. وصافي البنات هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، كنتمنى يكون استمتعتوا معنا. انا الصراحه مت بالضحك وحنا كنصاوبوا فيه انا وصفاء، الموت ديال الضحك صراحه. بغيت نوضح لكم ان الصوت ديال الراجل راه انا درته، ولكن كنغلطوا بواحد الابليكاسيون وصافي، يعني الفيديو غير باش نضحكوا. وخويا هو اللي سجل معايا هذا الفيديو اللي نقول ليه شكرا بزاف، خويا الصغير مصطفى اللي كتشوفوه معايا دائما في الفلوغ. المهم صراحه كان واحد الفيديو ممتع كيف ما قلت لكم، ضحكت بزاف 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 بزاف، كنتمنى يكون فادكم. وما كما كتشوفوا المراه راه بدلات السيستم ولات كدير راجلها الشهوات اللي كيعجبوه، الفطور الكيكه، ولا دائما قاده براسها وقاده بدارها. كنتمنى كل وحده فينا تقدر دير الميزان بحال هكا شويه هكا وشويه هكا، باش حتى واحد ما يخصو حقو كيف ما كنقولوا، كلشي يكون مزيان. يلا بنات خليكم تهلاو في راسكم، كنتمنى يكون عجبكم. اللي عجبكم هذا النوع من الفيديوهات ديروا لايك، وان شاء الله غادي يكون تحسن. هذه اول مره نديرو، لهذا كان شويه ما بيش. يلا بوسه كبيره وتهلاو في راسكم حتى الفيديو ما يجي ان شاء الله.